خلينا استأذنكم نروح لتقرير هو عبارة زي ما احنا تعودنا في الثلاث ايام اللي فاتوا، وده الرابع تقرير مجمع لمجموعة من اللقاءات مع رؤساء الوفود وممثلين الوفود اللي موجودين ومشاركين في قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 بإيدين مصرية. تقرير نشوفه مع بعض ونرجع نكمل الكلام. شكرا جزيلا لهذا الدعوة، وأريد أن أتوجه بالشكر والتهنئة للحكومة المصرية على تنظيمها الرائع لهذا المؤتمر، وهو مؤتمر التنفيذ. أعتقد أنه بالفعل هناك عديد من المبادرات قد تم إطلاقها هنا في المؤتمر المناخ، وثم بعد ذلك عملية التنفيذ، وأيضا ناتج عن اتفاقات سابقة نحن منها على هذه المبادرة، مبادرة الإنذار المبكر التي أطلقها في مارس الماضي الأمين العام المتحدة، والآن لدينا خطة العمل، نطلق خطة العمل. هذه هي المبادرة لحماية الأرواح وأيضا الثروة الحيوانية التي تغطي العالم، وهذه خطة مبادرة 5 سنوات. يمكن أن نقدم هذه المبادرة ببناء قدرات الدول وأيضا المنظومة وناتي بالحكومات والمنظومة الأمم المتحدة وكل الأطراف أن نكون متكاتفين في هذا المشروع الطموح. ونريد نحن بالفعل قد رأينا في هذا اليوم الاثنين نرى كثير من الدعم من الرؤساء الحكومات والدول. داخل المؤتمر في مجموعة من المتطوعين التابعين لجمعية الهلال الأحمر المصري يقوموا بالعمل مع ذوي الهمة لمصاحبتهم ونقلهم من مكان إلى مكان بطريقة نظيفة وصديقة للبيئة من خلال سيارات مجهزة على أعلى مستوى. الحاجة الثانية بيقوم مجموعة من فرق الطوارئ بتقديم عمليات الإسعافات الأولية برضو داخل المؤتمر وخارج المؤتمر للسادة الضيوف القادمين في شرم الشيخ، علاوة طبعا على تجهيز مجموعة كبيرة من الفنادق بحزمة من الإسعافات الأولية، سواء كانت تدريب أو الصناديق اللي ممكن الفنادق تستخدمها، حيث أن دايما المستجيب الأول لا قدر الله لو حصل مشكلة بيبقى المجتمع، فتدريب برضو الموظفين أو الأشخاص العاديين على عمليات الإسعافات الأولية حاجة مطلوبة، بالإضافة إلى تعليمهم على أجهزة الصدمات الحديثة المتطورة اللي بتشتغل برضو بالكهرباء عشان نقدر نلحق المواطن بسرعة. قمنا بمجموعة طبعا من المبادرات زي عمليات التعقيم والتطهير وتوزيع الكحول والمياه النظيفة اللي هي صديقة للبيئة لبرضو السادة المترددين، بالإضافة إلى تأمين الفعاليات الخاصة بمؤتمر الشباب اللي حدث على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ. هذا مؤتمر COP27 مهم جدا، يركز على تغير المناخ والتمويل جزء مهم من هذا، وخاصة من الدول النامية تحتاج إلى هذا التمويل، ليست فقط التمويل ولكن أيضا بناء القدرات والمهارات والتدريب المهني حتى يتمكنهم التكيف ومواجهة التغيرات المناخية، وبناء هذا يحتاج إلى التمويل، لابد من وضع الأموال متاحة للجميع، وهذه نقطة مهمة جدا لأن نحن هنا في الأطراف من حول العالم نناقشون كيف لنا أن ننفذ هذا الأمر على أرض الواقع بشكل جيد، ولهذا نحن هنا في الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية أن نركز على هذه المناقشات وأن نأتي بالقادة جميعا هنا لاتخاذ قرار محدد. بالنسبة للالتزامات الدولية احنا طبعا بنطبقها ومتوافقين معاها، وعلينا فيها بعض الالتزامات احنا بنعملها وبنعمل الزيادة بحيث ان احنا دايما نكون عندنا السبق ان احنا يعني عاملين اللي علينا وزيادة. نظام كارسيا، نظام الايكاو اللي طبقته علينا في 2016 ده بيعمل معادلة لانبعاثات الطيران من خلال آليات تنفيذ. كل آليات التنفيذ بنطبقها سواء تكنولوجيا طاقة جديدة أو متجددة أو توفير طاقة وحوكمة طاقة وإدارة مخلفات إدارة سليمة، ده بنحطه برضو في قرير وبتراجع وبتاخد أبروفل سنويا، ولازم كل سنة بيبقى فيه يعني تحديث لهذا التقرير وتحديث لهذه الآليات. بالنسبة لنا نلتقي بمنظمات دولية لاستكشاف التحديات وأهمية معرفة أن كل الدول والدول الصناعية أن تعرف أن لدينا تحديات فيما يتعلق بزيادة التمويل والمصادر التمويلية
واتفاقيات، وتعتبر هذه فرصة بالنسبة لنا هنا في مؤتمر المناخ أن نصل إلى ما يقال عليه دعامات للتغير المناخي، وأن نحن بالفعل بدأنا في تغيير مبدأ الخسائر والأضرار. أزمة المناخ الآن تتداخل في كل شيء في العالم، وأحد الأسباب الرئيسية هلأ لها كوارث في كل العالم، والكوارث تؤدي إلى معاناة إنسانية. دورنا كاتحاد دولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر إنه نتأكد إنه المواطن العادي، العائلة العادية في القرى، في المناطق المهمشة، في داخل كثير من المدن التي تتأثر في هذه الكوارث تصلها المعونات والمساعدة والدعم بشكل سريع وفوري.